موسكو تفتتح أبوابها أمام مباحثات ترويكا أو الثلاثية الموسعة التي تضم كل من روسيا والصين وباكستان لبحث مستقبل الدولة الأفغانية في ظل حركة طالبان المشاركة في المباحثات بحضور وفدها الذي يترأسه نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة. مشاورات صبت جل اهتمامها على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة لكافة فئات المجتمع بما يضمن أمن البلاد داخليا. مهمة الوصول إلى السلام المستقر لا تزال حيوية، وبالدرجة الأولى تشكيل الحكومة الشاملة التي يجب أن تعكس مصالح ليس فقط القوى الإثنية وإنما مختلف القوى السياسية، وبشكل عام يجب أن تعتمد على السكان والحفاظ على حقوق المواطنين. الجانب الروسي أكد أن الاعتراف بحكومة طالبان لن يتحقق إلا في حال الوفاء بوعودها تجاه الشعب في الداخل ودول الجوار في الخارج، وخاصة فيما يتعلق بضبط الإرهاب وتجارة المخدرات وصولا إلى تسهيل المساعدات الإنسانية الدولية. الوضع في البلاد لا يمكن تسميته بالمستقر، وهذا ما تستفيد منه المجموعات الإرهابية وخاصة داعش والقاعدة في إظهار أساليبهم الدموية. وللأسف فإن حدة الأزمة تزيدها تجارة المخدرات، ومكافحة التحديات تتطلب الرد الملائم، ونحن ندعو طالبان بعدم سماح استخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة ثالثة وخاصة جيرانها في آسيا الوسطى. مباحثات الأربعة أيام مستمرة بمعزل عن واشنطن التي رفضت حضورها بحجة ظروف لوجستية لم توضحها، ليبقى الأمر محصورا على مشاركة 10 دول آسيوية مجاورة لأفغانستان وأكثر تأثرا بمجريات أحداثها. مع غياب الوجود الغربي تسعى روسيا ودول آسيا الوسطى للحفاظ على أمن أراضيهم ضد إرهاب قد تصدره أفغانستان، وتحمل موسكو مسؤولية السيطرة على زمام الأمور لحركة طالبان المحظورة في روسيا حتى الآن. مرام حمصي، اليوم، موسكو.